مرحبا، معكم سالجي بهذا الفيديو. بدي احكي عن صوت الهالو ليب رول. هذا الصوت انا تعلمته بالصدفة، والصوتين اللي كنت بعملهم مع بعض هنن الاوتورد ليب رول، والصوت التاني اللي هو كلاسيك ثروت كيك. فكنت عم بعمل الصوتين ورا بعض بسرعة على هالشكل. فاستنتجت شغلة انه انا لما كنت عم بعمل الثروت كيك وعم بعمل تمي هيك، عم بصير انورد ليب رول كتير صغيرة. فضليتني عم بعمل هذا الشيء على هذا الشكل، بعدين شلت الثروت كيك. وهي هي الطريقة رح تتصلوا للهالو ليب رول. فبرجع بعيد الطريقة لحتى تصلوا للهالو ليب رول. كيك مع اوتورد ليب رول، بدكم تعملوا معها ثروت كيك. هدول الاثنين بدكم تعملوهم ورا بعض على السريع كثير، وتضلكم تتمرنوا على هذا الشكل على السريع، بعدين تشيلوا الثروت كيك. فهيك بده يصير التمرين، بتضلكم تتمرنوا على هذا الشكل، بعدين بتشيلوا الثروت كيك، فبتصير بعدين بشو بتعملوه على مهل شوي شوي، فبتصير وهذا هو صوت الهالو ليب رول والطريقة اللي انا تعلمته فيها. اي سؤال عندكم اياه اكيد حطوه تحت بالكومنتس لما اكون متواجد بهذا الكل. شكرا كثير لمتابعتكم وبالتوفيق. سلام.